السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ يا رب تكون بخير ان شاء الله. نشتغل مع بعض النهارده، هنكمل بعد ست شهور. احنا كنا توقفنا عند احد اخر مره، خدنا الجوينت والبيلي ديستريبيوشن في حاله الديسكريت وفي حاله الكونتينوس. شرط رقم اربعه بنتكلم عن الاكسبكتيشن او الماثيماتيكال اكسبكتيشن، القيمه المتوسطه او القيمه المتوقعه للرقم فاليبل، وكذلك هناخد برضه الجزء الخاص بالفاليبلز. تمام؟ الفيزيكال مينينج بتاع الاكسبكتيشن والفاريانس والستاندرد ديفيجن هسيب فيديو في اخر الفيديو ده خالصين بيتكلم عن النقطه دي وبيوضحها بس بالمعاني، بحيث ان احنا يعني ايه ما نضيعش وقت في الشرح. فالشرح اللي احنا عنده دلوقتي يعتبر الصوره الخاصه بالاكسبكتيشن شكلها عامل ازاي، او بتاع شكلها عامل ازاي، ونحل رساله عليه. الفيزيكال مينينج عشان تفهموه او عشان يبقى واضح بالنسبه لكم موضوع الرسم الناس بتاعه، هسيب فيديو اضيف فيديو للفيديو ده في الاخر بحيث اوضح للرسم الناسب ايه هو الاكسبكتيشن شكله عامل ازاي، والستاندرد ديفيشن والفاريانس عاملين ازاي كرسم. تمام؟ اول حاجه بصين عندي انا بقى، لو انا عايز اجيب، لو انا عايز اعمل فاريبل اكس، تمام كده؟ لوج لوجريتم ديستريبيوشن عباره عن فانكشن اوف اكس. تمام؟ لو عايز اجيب مين او الاكسبكت فاليو من اكس برضه زي برامج تي اوف اكس، تي اوف اكس او ميو. انا عايز اجيب تي اوف اكس او ميو، دي عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن. العلامه دي معناها لجميع قيم اكس، العلامه دي معناها لجميع قيم اكس. تمام كده؟ سميشن الاكس في الاف اكس بتاعي، يعني انا عندي فانكشن من فاليبل اكس كده بياخد قيم اكس سمول. تمام كده؟ فانكشن اكس سمول دي ممكن واحد او اثنين او وهكذا. فدي فانكشن الصور دي لو كان عندي لندن فاليبل ده ديسكريت لندن فاليبل. تمام؟ طيب لو انا كان عندي كونتينوس لندن فاليبل بدل عامل سميشن هيبقى مثال ما لا نهايه الموجة ما لا نهايه. يبقى بدل عامل السبشن مثال ما لا نهايه الموجة ما لا نهايه من اكس في فانكشن في اكس دي اكس. تمام كده؟ ده لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو للاكس. طيب لو انا عندي فانكشن وعايز اجيب الاكسبكتد فاليو لجي اوف اكس، بتبقى عباره عن اي لجي اوف اكس. يعني انت لو عندك مثلا ما تجيبش لو انا فاليو للاكس، هات مثلا هات الاكسبكتد فاليو لمثلا 4 اكس زائد 3 اكس، يبقى دي هعبر عنها اللي هي جي اوف اكس بتاعتي. تمام كده؟ شخصين عايز اجيب الاكسبكتد فاليو ليها، بدل ما احط الاكس شخصين هحط جي اوف اكس. يبقى لما كنت بجيب الاكسبكتد فاليو الاكس كنت بقول سبشن اكس في الفانكشن في اكس. طيب الاكسبكتد فاليو للجي اوف اكس هتبقى عباره عن سبشن جميع كام اكس جي اوف اكس في الاف اوف اكس. تمام شخصين دي كده في حاله الايه؟ لو انا عندي راند فاليو ده ديسكريت راند فاليو، اما لو كنت كونتينوس يبقى تكامل بسبب لا نهايه الموجب لا نهايه جي اوف اكس في اف اكس دي اكس. تمام؟ دي كده القاعدتين او الصورتين المهمين قوي للاكسبكتد فاليو. تبقى عارف عموما عباره عن سبشن اكس في اف اكس. لو تغير بقى عايز الاكسبكتد فاليو باي قيمه، بدل وجود اكس دي مش مصير احط القيمه اللي انا عايز اجيبها ايه؟ الاكسبكتد فاليو. تمام؟ لو انا عندي جوينت بروبريتي سيبوشن اكس تالتا واي تالتا، اكيد ايه هم بروبريتي ديبس فانكشن اف اكس واي، وعايز اجيب الاكسبكتد فاليو. هعمل بقى فانكشن دبل سوليشن لجميع قيم اكس وجميع قيم واي. لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو جي اوف اكس واي هتبقى عباره عن سوليشن لجميع قيم اكس وسوليشن لجميع قيم واي، جي اوف اكس واي اف اكس واي واي. لو انا عندي فانكشن الاكس واي دول بيتابعوا، او الاكس واي دول فانكشن كونتينوس نون فاليبل، هيبقى لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو هتبقى التكامل بتساوي ما لا نهايه الموجب ما لا نهايه. ده كده هتكون الاكس او حدود الواي مش هتفرق، والتكامل بتساوي ما لا نهايه الموجب ما لا نهايه جي اوف اكس واي اف اكس اف اكس واي دي اكس دي واي. يبقى احنا بنصير الجوينت هيبقى عباره عن ايه؟ دبل سبشن. دي لو كان ديسكريت، وهيبقى دبل انتجريشن لو كان كونتينوس. تمام يا شخصين؟ ده كده في حاله الجوينت بروبيلتي ديستريبيوشن. اما في حاله احنا كده رسمنا الايه؟ رانا فاليو كيشن سي اللي هو وان رانا فاليو كيشن سي. اما لو كان عندي رانا فاليو اكس واي هيبقى بالشكل ده. تمام؟ نبص بقى لبعض خصائص الاكسبكتد فاليو. لو انا عندي فانكشن عايز اجيب الاكسبكتد فاليو اللي هي حاجتين مجموعين على بعض، الاكسبكتد فاليو اكس اند واي، وعباره عن الاكسبكتد فاليو الاول زائد الاكسبكتد فاليو الايه؟ الثاني. ناخد بالنا شو هنسيب الاكسبكتد فاليو لاي كونستنت، هو بيديني نفس الايه؟ نفس الكونستنت. طيب شو هتصير لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو مثلا الاثنين، هتساوي القيمه الاثنين. تمام كده؟ كده الاكسبكتد فاليو لاي حاجه مجموعيه هيبقى الاكسبكتد فاليو الاول زائد الاكسبكتد فاليو الثاني، الاكسبكتد فاليو كونستنت هيديني كونستنت. تمام؟ طيب الاكسبكتد فاليو الحاجتين موجودين، بيقول لي هو هيبقى عباره عن
اكسبكتد فاليو الاول في الاكسبكتد فاليو الثاني لو كان الاكس والواي دول فانكشن ايه اندبندنت. لو كان الاكس والواي اندبندنت فروم ذا فاريبل اقدر اقول ان الاكسبكتيشن بتاع حصل ده هو عباره عن اكسبكتيشن بتاع الاول في الاكسبكتيشن بتاع ايه الثاني. تمام؟ يبقى كده فانكشن ده كده فقط لو كان عندي الاكس والواي دولت اندبندنت فروم ذا فاريبل. تمام؟ لو كان اندبندنت ده ما يساوي كونتنت. ماشي فانكشن ده كده بالنسبه للاكسبكتد. عايز اجيب الاكسبكتد فاليو او المين بتاع الاكس شفناها في ال وندرلاند فاليو وشفناها الجويت راندا فاليوز. تمام؟ بعد كده شفنا في حاجه عندي اسمها الفاريانس التباين بتاعي. لو عايز اجيب شفنا الفاريانس للاكس هو عباره عن الاكسبكتد فاليو لاكس ماينس ميو لكل سكوير. اكس ماينس ميو كل سكوير. فلو انا هطبق الموضوع ده شفنا بقى الاكس هحط مكان الاكس ماينس ميو كل سكوير في الفانكشن اوف اكس. تمام كده؟ لجميع كام اكس. القانون ده شفنا لما تيجي تمشي كماثيماتيكال وتثبته هتلاقي القانون ده الاكسبكتد فاليو الفاريانس دي سيجما اكس كل سكوير بس الفاريانس عباره عن الاي للاكس سكوير ماينس اي اكس كل سكوير. ده شفنا عباره عن ايه؟ عباره عن المين. يبقى ربع اي والاي اوف اكس سكوير ده عباره عن ايه؟ هي عباره عن سوميشن لجميع كام اكس الاكس سكوير في الاف اوف اكس. يبقى الاكسبكتد فاليو للاكس سكوير عباره عن سوميشن اكس سكوير في الاف اوف اكس. طيب الاي اوف اكس مش عباره عن ميو اللي هي عباره عن سوميشن اكس في الاف اوف اكس. يبقى لو انا عايز اجيب مسكت فاريانس للاكس فده بيبقى الاكس عباره عن الاكسبكتد فاليو للاكس سكوير ماينس المين تربيع ماينس المين تربيع. طيب لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو لحاجه زي كده اي اكس زائد السي. تمام كده؟ دي مش هنسيني عباره عن ايه؟ دي كده هي عباره عن لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو الفاريانس اكس السي دي عباره عن الفاريانس دي اي اكس زائد الفاريانس للكونستنت ده. الفاريانس اللي اكس مش هنسيني عباره عن بربع ده وبقول وبعدين بجيب الفاريانس اكس. يبقى ده مش هنسيني عايز اطلعه من الجزء ده مش هنسيني بيطلع متربع. بيطلع في السي ايه؟ بيطلع متربع. يبقى لو انا عايز اجيب الفاريانس الجزء ده هيبقى عباره عن تربيع الايه وبعدين اجيب الفاريانس الاكس. تمام كده؟ زائد المفروض اجيب الفاريانس الكونستنت. التباين بتاع اي سنت في 50 بزيرو. التباين بتاع اي سنت ايه؟ بزيرو. تمام؟ يبقى كده في 50 الفاريانس لو انا عايز اجيب الفاريانس الاكس هيبقى عباره عن الاكسبكتد فاليو الاكس سكوير ماينس المين تربيع. تمام؟ لو انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو لاي شكل تاني لو عندي شخصين كونستنت موجود في الاكس هطلع الكونستنت بره واربعه وبعد كده اجيب الفاريانس الاكس زائد المفروض الفاريانس دي الكونستنت ده شخصين بايه؟ بزيرو. تمام كده؟ دلوقتي احنا اتعرضنا للجزء النظري الخاص بشابتر اربعه ده الجزء اللي وقف عند الدكتور. تمام كده؟ هنتعرض بقى شخصين مسائل على الايه؟ مسائل على الجزئيه دي. هندخل شخصين في مسائل موجودة في المرحلة سنة 2017. تمام كده؟ الاكسرسايز رقم 4-2. تمام؟ بيقول لي عندي الموبيليتي ديستريبيوشن بتاع الاكس كده كانت عبارة عن الفانكشن في اكس كانت 3 سي اكس ربع اكس 3 ارباع 3 ماينس اكس. تمام كده؟ بيقول لي هات المين بتاع الاكس. تمام؟ قال لي كام اكس اسمه اللي بياخدها كان 0 و1 و2 و3. تمام كده؟ وعايز المين بتاع الاكس. تخيل الفانكشن دي كده ديب ستريت يبقى عندي هنا المين اوف اكس المين اوف اكس شرط سي هيساوي او ممكن تكتبها بيقول كده هيساوي عباره عن السمشن لجميع قيم اكس اكس في اف اوف اكس. تمام شرط سي انا عندي قيم اكس ممكن تبقى 0 او 1 او 2 او 3. تمام يبقى ده هيساوي اول حاجه قيم 0 يبقى 0 في الاف اوف 0 زائد 1 في الاف اوف 1. تمام كده شوف سي زائد 2 في قيمه الفانكشن من اكس 2 زائد 3 اف اوف ايه؟ اوف 3. تمام شوف سي عندي 0 في اي حاجه 0 يبقى ده بيساوي 1 في اف اوف 1 شوف سي معناها ان انا اشيل كل اكس هنا واحط مكانها 1 يبقى 3 سي 1 بعد كده ربع كل اس 1 3 على 4 كل اس 3 ماينس 2 3 ماينس 1 2. تمام كده شوف سي زائد 2 في اف اوف 2 معناها شيل كل اكس في مكانها 2 يبقى عباره عن 3 سي 2
ربع باور 2 3 على 4 باور 1 زائد 3 في قيمة فانكشن عند اكس 3 يبقى تبقى عباره عن 3 في 3 سي 3 1 على 4 لكل باور 3 وهنا 3 على 4 3 من 3 ايه ب 0 يبقى ايه فرصه هجيب كده بالاله الحاسبه واجمعه في بدايه يكون ايه هي قيمه المين بتاعي تمام كده ده بالنسبه للمثال رقم 4 2 السبب ان بعد كده هناخد مثال على في حاله الكونتينوس مثال رقم 4 11 بيقول لي عن probability distribution probability distribution بتاع الاكس كانت عباره عن 4 على الجاز 4 على باور 1 زائد اكس سكوير تمام كده دي كده القيمه اللي بتاخدها البوليتيك ديست فانكشن اللي هتكون اكس من 0 ل 1 تمام وبيقول لي صفر اي حته اكتر كده تمام كده في التقسيم بيقول لي الاف اكس بتاعتك كانت عباره عن 4 على باور 1 زائد اكس سكوير لما تكون قيمه اكس من 0 ل 1 تمام عايز هو التقسيم المين عايز هو ايه المين المين مش التقسيم اول ما بشرح في القانون هو القانون ده يبقى انا عايز اجيب الاف اكس ودي عندي دي كونتينوس عباره عن تكامل من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه بس انا عندي فانكشن القيم اللي واخدها اكس كان معرفه في فتره من 0 1 بالفانكشن ده الفانكشن وكان صفر في اي مكان تاني يبقى بدل ما اخد الكود بتاعت من سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اخدها من ايه؟ من 0 1 الفانكشن بتاعتي هي المفروض اكس في الفانكشن دي بتبقى عباره عن اكس في الاف اوف اكس اضربها في 4 على باي 1 زائد اكس سكوير دي اكس تعرف شو هنصير والجزء ده تقدر تجيبه ايه بالآلة الجزء ده تقدر تجيبه بالآلة او ممكن يعني تحلها عادي من غير الآلة يعني تعمل ده بالايه لو انت عايز تحلها كرياضة تتكامل يعني يبقى ده هنصير هطلع 4 على باي يكون الصمت برضو ان التكامل من 0 1 اكس وده 1 زائد اكس سكوير تمام كده دي اكس لو لاحظت هنا شو هنصير ده 1 زائد اكس تربيع تفاضل الجزء ده المفروض ب 2 اكس هنا موجود اكس بس هضرب في 2 واقسم على 2 تمام كده يا شمسين لما يكون عندي الداله تحت وتفاضلها فوق في البسط فتبقى تبقى عباره عن ايه يا شمسين هتبقى عباره عن لين المقام يبقى تبقى عباره عن الاربعه دي مع الاثنين هيبقى اثر الاثنين يبقى 2 على الباي لين 1 زائد اكس سكوير تمام كده يا شمسين والتكامل بتعمل ايه؟ من 0 ل 1 تمام كده يبقى دي المفروض تبقى 2 على الباي لين احط الواحد بره ناقص او بالزيرو مره يبقى 1 زائد 1 عشان نسيب اقل 2 ماينس لين واشيل هنا الاكس في مكانها 0 ده لين الايه؟ لين 1 تمام عشان نسيب لين 1 ده لين هيبقى ب 0 لين 1 ده عشان نسيب ب 0 يبقى انت هتجيب 2 بالاله وتطرف 2 على الباي او انت ممكن يعني اختصارا تكون جايب الايه؟ التكامل ده تقدر تجيب نتيجته بالاله مباشره ده كده كان بالنسبه للمثال كان في عندي الاكس رقم بتاعي كان 200 وصفه المثال اللي جاي 50 لسه ده من 4 17 تمام تاني الدور ده 50 قال كان اكس اللي بياخدها رقم فاليو ديسكريت رقم فاليو كان سنه 3 و6 و9 البريت ديستريبيوشن فانكشن 50 عند القيم دي كان عند السنه 3 بسوس وكان عند الست كان بنص وكان عند 9 طول تمام كده بيقول لي هات اليو جي اوف اكس علما بان جي اوف اكس عباره عن 2 اكس زائد 1 لكل سكوير. هنا في عصير قلنا اليو جي اوف اكس كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن سوليشن لما يكون ده ديسكريت لجميع قيم اكس لجي اوف اكس في الاف اوف اكس. تمام في عصير؟ يبقى هنا في عصير عشان اجيب المين لجميع قيم اكس انا عندي اكس تاخد قيمه تساوي 3 و6 و9 يبقى ده المفروض هجيب قيمه الجي عند اكس بسالب 3 اضربها في الفانكشن عند اكس بسالب 3 زائد الجي عند اكس ب 6 في الفانكشن عند اكس ب 6 زائد الجي عند اكس ب 9 في قيمه الديستريبيوشن فانكشن عند الاكس ب 9 تمام خمسين يبقى انت مهم جدا تحط القيم يعني ما تبقاش على طول لان ممكن تنقص لو بتاع هو كان عندك غلطات اما لو انت حطيت دي كده خمسين يعني الاحتمال ان تغلط هيبقى اقل لانك انت يعتبر بتعوض في فانكشن في الاخر ده اللي بتعوض عكس ما تكون بتعوض مباشره يبقى هنا شمسين الجي عند ماكس 3 معناها انك هتسيب كل اكس كنت مكانها كام؟ سالب 3 يبقى ده شمسين عباره عن سالب 6 زائد 1 لكل سكوير في قيمه الداله عند اكس بسالب 3 كانت بسدس
زائد جي عند اكس 6 يبقى معناها شيل كل اكس مكان 6 يبقى عباره عن 2 في 6 ب 12 يبقى 12 زائد 1 تربيع تعالى نقص ايه؟ في فاهمين الداله عند ال 6 كده كام؟ كام بنص يبقى دي كام ايه؟ في نص زائد الجي عند اكس 9 شيل هنا اكس في مكانها 9 يبقى تبقى عباره عن 18 زائد 1 تربيع في قيمه الداله عند ال 9 كانت بايه؟ كانت بتولد تمام يا فاصيل؟ وهتجمع انت الايه؟ القيم دي يبقى انا بقى انا عايز اجيب منين؟ للجي اوف اكس عباره عن سمشن اكس لجميع بقى اكس جي اوف اكس في الفانكشن اوف اكس تمام؟ ده كان بالنسبه للتطبيق على القانون. بعد كده يا فاصيل نخش في مسائل خاصه بالفاريانس. المسألة رقم 4.35 بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي probability distribution function وقيم اكس اللي موجوده في التيبل ده زي ما انتم شايفين لما يكون اكس ب 2 كان الفانكشن بتاعتي كانت 1 من 10 التيبل ده ادهولي تمام كده وقال لي عايز الفاريانس بتاع اكس التيبل ده ادهولي بسيط وانا عايز الفاريانس بتاع اكس قلنا عشان يجي الفاريانس اوف اكس هنفكر في النقطه هو عباره عن اكس تيبل فاليو اكس تربيع ماينس المين تربيع تمام كده بسيط يبقى هتقفل القرار الاول يبقى الفاريانس بتاع اكس عباره عن الاكس تيبل فاليو اكس سكوير ماينس الميو تربيع تمام كده يبقى في البدايه كنت محتاج تجيب الميو محتاج تجيب ايه؟ الاكسبكتد فاليو والاكس سكوير يبقى ال 150 عباره عن ايه؟ عباره عن سمشن لجميع قيم اكس لاكس في الفانكشن اوف اكس تمام كده 50 يبقى ده تساوي عندي قيم اكس تاخدها تاخد من 2 لحد 6 يبقى 2 في قيمه الفانكشن عند الاثنين زائد 3 في قيمه الداله عند 3 وهكذا لحد ما توصل ايه؟ ل 6 في قيمه الفانكشن عند 50 عند 6 يبقى ده تساوي 2 في اشيل قيمه الداله عند 2 واحط مكانها كام؟ 1 من 10 يبقى ده 2 في 1 من 10 وهكذا تنصيب لحد ما ايه؟ ما توصل ل 6 في قيمه الداله عند 6 كانت ب 4 من 100 وهتقوم جايب الايجنسي وجايبين الميتك يبقى عشان اجيب مين؟ هو عباره عن سبشن لجميع قيم اكس بالاكس في الفانكشن اوف اكس هجيبها بالشكل ده تمام كده؟ بعد كده محتاج اجيب الاكسبكتد فاليو والاكس تربيع الاكسبكتد فاليو عشان اسيب الاكس تربيع كانت عباره عن ايه؟ عباره عن سمشن لجميع قيم اكس بدل ما هنا خلاص احط اكس احط ايه؟ احط اكس تربيع الاكس تربيع في الفانكشن اوف اكس تمام كده 50 يبقى ده تساوي انا عندي الاكس من 2 لحد 6 يبقى هتبقى زي 50 بس الفرق ان احنا ايه؟ ان الرقم ده هيبقى متربع زي مين بس الفرق ان الرقم ده هيبقى متربع يبقى تبقى عباره عن 2 تربيع في قيمه الداله عند الاثنين زائد 3 تربيع وقيمة الداله عند 3 يبقى بشيل كل اكس في مكانها 2 بالمناظر يبقى 2 بس خد بالك مش 4 وهكذا لحد ما توصل لايه؟ ل 6 تربيع في قيمة الداله عند 6 اللي هي 4 من 100 يبقى ده شو اسمه الاكسبكتد فاليو لاكس تربيع وهجمع جميع القيم ديت ويبقى ده بالنسبه لك عباره عن ايه؟ هو عباره عن الفاريانس الفاريانس هو عباره عن السيجما سكوير لو انا عايز اجيب حاجه مش هنسيب اسمها ستاندرد ديفيشن اوف اكس الستاندرد ديفيشن هو عباره عن الجذر الطبيعي للفاريانس يبقى عشان اجيب الستاندرد ديفيشن هجيب الفاريانس وبعدين ناخد الجذر الطبيعي ده اللي يسمى الستاندرد ديفيشن في المثال اللي كده كنت بيقول لي عايز هو الستاندرد ديفيشن للجي اوف اكس تمام وقال لي جي اوف اكس كانت عباره عن 2 اكس زائد 1 لكل تربيع بيقول لي المساله كانت موجوده في الاكسرسايز رقم 14 لما نرجع للمساله الموجوده في الاكسرسايز رقم 14 كان عارف الفانكشن فيرست فولسين عند السالب 3 كانت بسدس عند الستة كانت بنص كان عند التسعة كانت بتقل تمام كده هو عايز فولسين اول حاجه عايز ايه عايز الساندر ديفيشن بتاع جي في اكس عشان اجيب الساندر ديفيشن في البدايه هجيب الفاريانس الاول وبعد كده اخد الايه الجذر التربيعي عشان اجيب الفاريانس فولسين من اي بارامتر عندي الفاريانس لو كنت بجيبه اكس كنت بقول هو عباره عن الاكسبكتد فاليو لاكس ماينس النيو كل سكوير يبقى لو انا عايز اجيب الفاريانس بقى لجي في اكس هيبقى الاكسبكتد فاليو دي بدل اكس هتبقى جي اوف اكس ماينس بدل 150 هتبقى ميو لجي اوف اكس يبقى تبقى عباره عن ايه؟ اي لجي اوف اكس ماينس الميو لجي اوف اكس الكلام ده لكل اي 50 لكل تربيع وعشان اجيب الاكسبكتد فاليو الكلام ده هو عباره عن سمشن لجميع قيم اكس عشان اجيب الاكسبكتد فاليو اي شيء كنت بحط الشيء ده 50 زي ما هو كده يبقى عندي هنا جي اوف اكس ماينس ميو لجي اوف اكس تمام كده الكلام ده كله تربيع في الفانكشن اوف اكس
يبقى عشان اجيب الاكس بيت فاليو والكلام ده تبيع، هتحط الجزء ده كده وتضربه في الفانكشن فيكس لجميع قيم اكس. تمام يا حسين؟ انا عندي هنا من المثال الرقم 417 كنت جبت الميو للجيو اكس. لما ترجعوا للمثال 53 هتلاقوا الميو للجيو اكس بتاعتك دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن سمشن للجيو اكس في الاف اوف اكس لجميع قيم اكس. لما تجمعوا القيم اللي احنا جبناها في المثال 417 هتلاقوا القيمه بتطلع 209. هتلاقوا القيمه بتطلع كام؟ 209. يبقى دي 50 خلاص عرفت ان هي 209. يبقى هقعد مرة عند اكس بسالب 3 في الجيو اكس، يبقى 50 مفروض سمشن لجميع قيم اكس. عندي هنا 50 جيو اكس كانت عباره عن 2 اكس زائد 1 كل تربيع ماينس الميو للجيو اكس عشان كده كان 209. الكلام ده كل تربيع هضربه في الفانكشن اوف اكس. تعالوا كده 50 ناقص بس عندي هي موضوع التعويض. يبقى هنا دي كده عند الاكس اول مره وسالب 3 يبقى تبقى عباره عن سالب 3 في 2 بماينس 6 زي 1 يديني ماينس 5 كل تربيع يبقى ماينس 5 تربيع ماينس 209. الكلام ده كل اكس في كل تربيع في الفانكشن اوف اكس عند ماينس تلت كامل في سدس زائد وهكذا. عامل نفس الكلام ده عند السته وعند التسعه. يبقى شيل قيمه اكس في مكانها 6 يبقى 2 في 6 ب 12 زائد 1 13. يبقى ده يبقى عباره عن 13 تربيع ماينس 209 كل تربيع في قيمه الداله عند السته كانت بايه؟ كانت بنص زائد هشيل هنا الاكس في مكانها 9 يبقى 2 في 9 ب 18 زائد 1 بيديني 19. يبقى 19 تربيع ماينس 209. الكلام ده لكل تربيع هضربه في 50 هضربه في قيمه الداله عند 9 اللي هو بكام؟ بدول. يبقى ده 50 عباره عن الفاريانس للجيو اكس. طب انا عايز اجيب الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن عندي للجيو اكس وعباره عن الجذر الطبيعي للفاريانس للجيو اكس. تعرف كده 50؟ ده كده كان بالنسبه للجزئيه دي. ازاي اقدر اجيب الستاندرد ديفيجن دي لفانكشن عندي ل الجيو اكس. تمام كده يعتبر ان طبقنا مسائل على كل قانون موجود في الجزء النظري. وهتلاقوا الجزء الخاص بالفيزيكال مينينج والرسومات اللي بتوضح المعنى بتاع الاكسبكتيشن او المين والمعنى بتاع الستاندرد ديفيجن والفاريانس. تمام اتمنى تكون الموضوع واضح. لو حد فيكم عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا على الواتساب او الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. In this tutorial, we're going to take our discussion of expected value and the mean, and we're going to extend it to apply it to a concept called variance. We're going to find out how the mean and variance are alike. That is, they're both related to a mathematical concept called moments. Before we can do that, we have to talk about some of the rules regarding expected values. Suppose we have two variables, x and y, and they're random variables, and then we also have a constant that we'll call n. Now, this epsilon, this Greek letter e, is not multiplied times x here. It's a function of x. So the expected value of x is the mean of x. This funny looking u is a Greek letter mu, and this subscript x means the mean of x. So the expected value of x equals the mean of x. The expected value of y equals the mean of y. The expected value of a constant n equals the constant n. Now, when we add something together in the expected value function, we can separate them out like so. So the expected value of x plus a constant n equals the expected value of x plus the expected value of the constant, which simplifies to the mean of x plus n. When we add two variables together, it works the same way. The expected value of x plus y equals the expected value of x plus the expected value of y, which turns out to be the mean of x plus the mean of y. When we multiply a variable x times a constant n, the expected value of this expression is the constant n times the expected value of x, or n times the mean of x. So in a sense, we're just factoring out this constant and put it out here. However, when we multiply two variables together, like x times y, it is only sometimes that it equals the expected value of x times the expected value of y. If x and y are independent, that is, they're not correlated, then this equation works. However, if they do have a relationship, they're correlated in some way, it is not true that the expected value of x times y equals the expected value of x times the expected value of y. That is, typically, this is not true only in this condition. All right, we need to talk about variability. Here we have a distribution. The mean of this distribution happens to be zero. That is, its central tendency is zero, right in the middle.
We'd also like to talk about how variable this distribution is. What do we mean by variability? Well, this distribution does not consist of just this line. It consists of every point contained underneath the line. So we can imagine just millions of points here. And we want to know, how far are all these points from this line? That is, what is the horizontal distance from each point to the line? So imagine this point right here. We can measure the distance from this point to the line, and then another point, and another point, and another point, and another point. We can imagine all of the points underneath this curve, and how far are they from the line? How far are they on average? This would be a measure of variability. This distribution is narrow, that is, the points on average are closer to the mean. This distribution is broad, each of the points on average is further away from the mean. So we need some formula that measures the average distance from each point to the mean. Intuitively, it might make sense to just take each value of x, subtract the mean, and take the expected value. But it turns out this intuitive solution doesn't really work. Let's see why. The expected value of x minus the mean equals the expected value of x minus the expected value of the mean. Now, the expected value of x is the mean, and the expected value of the mean is the mean. So we have the mean minus the mean, which equals 0. This will be true for every distribution that actually has a mean. That is, there are some distributions that have no mean. Strange, but true. So we need to find some other formula that gives us a measure of the average distance of each point to the mean. Intuitively, we might think, well, the problem with x minus the mean is that some distances are negative and some are positive. Why don't we just take the absolute value of this distance? And this would be a reasonable solution, except that it turns out that absolute values are kind of cumbersome to work with algebraically, and statisticians have come up with a different solution. That is, they take the square of this distance. And squaring things makes them positive. So the expected value of x minus mu squared has a special name and a special symbol. The symbol is sigma squared. This funny looking O with a hat on it is the Greek letter S, or Greek letter sigma, and sigma squared means variance. The meaning of variance is kind of hard to talk about, but the square root of variance, the square root of sigma squared, is sigma all by itself, and sigma is the standard deviation. The standard deviation represents a kind of average of the distance from each point to the line. It's not an arithmetic average, it's a different kind of average. It's the square root of the average squared distance. We'd like to understand the variance in terms of expected values, and we're going to do it along the same lines that we did with the mean. So as a review, the expected value of a discrete variable, a variable that comes in certain intervals, was the sum of each value of x times the probability of that value. And this will equal the population mean of x. But we didn't have a discrete variable. What we had was a continuous variable. So what we had to do was at first imagine that the continuous variable was split up into bins, sliced this way. And then we had to imagine that the bins got narrower and narrower, like so. So we started off with 2, then a bin width of 1.5, 1/4, 1/8, 1/16, and they just got so narrow that eventually we got to the idea that the bins were infinitely thin and the sample was infinitely large. And then these bins were sliced so thin that it was like we were doing an integration with calculus, and that we were summing up every very thin slice and multiplying it times the probability, and this gave us the population mean of a continuous variable. We're going to do the same thing with variance. Here we have on the left the value of x, the original distribution, and on the right we have x minus the mean squared. So here's our equation. The expected value of x is every value of x times the probability of x. Likewise, the expected value of x minus mu squared is the value of x minus mu squared times the probability of x minus mu squared. And so we're going to imagine that the bin width is first wide, and then we'll imagine it getting narrower and narrower and seeing what happens. So the range of x is negative infinity to positive infinity, but shown on this graph is negative 4 to 4. X minus mu squared has a different range. Because it's a squared value, it's going to always be at least 0. Notice that the most probable values are close to 0, and as we extend in the positive direction, the value becomes less and less probable. So now we're going to imagine the bins are going to get narrower. So they go from 2 to 1 to 1/2 to 1/4 to 1/8 to 1/16 1/32 1/64 and so forth. Eventually, the bins get narrow enough that we can just integrate them into a nice smooth curve like this. Now, this distribution started off as a normal curve, and the distribution for x minus mu squared looks like this. It happens to be something called a chi-square distribution with 1 degree of freedom. I'm not sure about this, but I think that the reason that it's called a chi-square distribution is that you've got an x and it's squared in some fashion. Note here that as we get to 0,
it extends up to positive infinity. That is because when we slice the bins very, very, very thin, we never actually get a zero. So the expected value of x minus mu squared is the long-term average of this distribution. Because this started off as a normal distribution, it is a chi-square distribution with 1 degree of